جميعا صراحة ألف مبروك لكل فريق صدى الملاعب. الجائزة مو لعلي شرايين، الجائزة البرنامج صدى الملاعب ولجميع الزملاء. أول ما أعلنوا الفائز أول واحد باركت له أنت أحمد، وباركت للطلال بعد. الله يسعدك حبيبي. والله قلب شفت الماكينة، قلبه زي الماكينة بوم بوم. أبغى أمسكه ففلت مني. إيه قام متوتر. كان اختبارات عاد يعني على جريف ما يبي شيء، أي شيء الله يسر. ممكن هذا زي دبي، لكن الحمد لله حنا نهنيه وندعي له بالتوفيق، وهو أخونا الصغير على الأصح، وإن شاء الله يعني هذا أول الخير، وإن شاء الله القادم أفضل له وللبرنامج. أعتقد يستحق كل من فاز اليوم أن نبارك له، سواء الأخ علي أو من فاز بالفروع الأخرى. أشكر أيضا وأشكر وأبارك وأهنئ كل من ترشح في المراكز العشرة. هذا كل دليل على أن هناك منافسة كبيرة، لدينا قدرات كبيرة. نأمل إن شاء الله لها التوفيق، ونأمل أن نحقق الأفضل في القادم إن شاء الله. جميل. كلمة عن صدى الملاعب. الله يوفقكم مع أبو كرم، ودائما هو صديق عزيز يصعب جدا أن نتحدث عنه إلا بكل ما يقدم من تميز يجبرنا دائما أن نتابع، وأنكم معه تحية خالصة له. ما نستغرب هذه المنافسة بين عناصر من برنامج مثل برنامج صدى الملاعب. نبارك للزميل علي، وكلكم تستحقون هذه الجائزة بدون مجاملة. كل ما أتمناه أن يظل هذا البرنامج الرائع جدا، يعني الغير مسبوق في ستايل بتاعه، في الأشياء الجميلة اللي فيها. كوشتوا جيتوا وغلبتوا الكل. كلنا بنقول مبروك.